مرحبا إخواني الأعزاء، جئتكم مرة أخرى وجئتكم بالجديد كما عودناكم إن شاء الله في حلقتنا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أتطرق وإياكم إلى موضوع حصري جدا فقط على قناتنا، وهو كيفية الحصول على لوجو أو ملصقات بها اللوجو الخاص بمدونتك أو بقناتك لإلصاقها في مكتبك أو في ورشة عملك، وذلك لإضفاء الكثير من الاحترافية والجمالية على مشروعك الذي تقدمه للناس. نعم، فكل ما عليك هو مشاهدة هذه الحلقة، ابقى معنا. فمن أجل طباعة اللوجوات الخاص بك التي تكون لاصقة، فهناك الطريقة الأولى التي يعلم بها الجميع ولكنها مكلفة، ألا وهي تصميم لوجو خاص بك ووضعه في مفتاح USB أو ميموري كارد، وتذهب به إلى أقرب مطبعة يقوم بطباعته بأحجام وأشكال التي تطلبها، ولكن ذلك مكلف. نعم، مكلف للغاية. الآن سوف أقدم لك الطريقة المثالية للحصول على الملصقات الخاصة بك بثمن بخس جدا. نعم، كما ترون فإن المكتب الخاص بي مليء باللوجوات الخاصة بقناتنا. لاحظوا معي حتى فأرة الحاسوب، لاحظوا معي الكثير والكثير من اللوجوهات، لاحظوا بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة. لاحظوا معي في المكتب الخاص بي، لاحظوا معي بل والجميل في الأمر أنك لاحظ معي لدي هنا قنينة الماء. لاحظوا معي سوف أقوم برش اللوجو الخاص بي، لاحظوا معي، فحتى لو قمت برشه بالماء فإنه لا يتأثر لا بالماء ولا بأي شيء، به لصاق قوي جدا ورائع. لاحظ معي لا يؤثر فيه الماء نهائيا، لاحظ معي قطرات الماء، فهذا ليس بورق عادي. إذن كخطوة أولى أعزائي المشاهدين، فأنتم بحاجة إلى ورقة، بطبيعة الحال ليس ورقة عادية، وإنما أنتم بحاجة إلى هذا النوع من الورق. هذا النوع من الورق فهو يباع في بعض المكتبات، نعم بعض المكتبات، ويباع بصفة عامة عند المطبعات التي تقوم بطباعة الإعلانات. لاحظوا معي هذه الورقة هي ليست ورقة عادية، وإنما ورقة مغلفة بنوع من البلاستيك، كما أنها تفتح من الخلف على هذا الشكل، بها لصاق قوي جدا ورائع. فثمن هذه الورقة هو نصف درهم مغربي، نعم 50 سنتيما، فهي بخسة جدا مقارنة مع ما تقدمه لك هذه الورقة. ثم فأنت بحاجة لإتمام العملية، فأنت بحاجة إلى هذا الشريط اللاصق الشفاف مثل هذا، ثم أنت بحاجة إلى مقص. إذن الخطوة التالية هي أنك بحاجة إلى تصميم اللوجو الخاص بك باحترافية، ومن هذا المنبر فأنا أوجه رسالة إلى كل من لا يجيد استعمال الفوتوشوب ويطمع في الحصول على لوجو خاص به، فأنا أقدم لك برنامج لا يتحدى 1 ميجا، لكن إمكانياته وقدراته فهي رائعة تضاهي الفوتوشوب. لاحظوا معي الآن سوف أقوم بتصميم لوجو خاص بي، فببساطة هذا البرنامج يقدم لك عملية القص والكثير والكثير من الأشياء في برنامج صغير جدا وبجودة عالية. مثلا تقوم بتصميم اللوجو الخاص بك باحترافية، مثلا سوف أضيف نص مثلا، ثم يمكنني التحكم في حجم النص. هناك العديد والعديد من المزايا سوف تكتشفونها بأنفسكم في هذا البرنامج. ثم فهذا البرنامج رائع جدا، سوف تحتاجه لتصميم اللوجو الخاص بك. إذن في حين الانتهاء من تصميم اللوجو فإنك سوف تقوم بطباعته عن طريق الضغط على امبريمي، فهي متوفرة أيضا في الفوتوشوب. والجميل في هذا البرنامج هو أنه يحدد لك القيمة بالسنتيمتر، مثلا أنا أحتاج لطباعة لوجو مثلا به 10 سنتيم على 5 سنتيم، فكل ما عليك هو كتابة
الحجم هنا، وسوف يتم إعطاء الأوامر للطبيعة بشكل عادي. مثلا هنا مثلا سوف أضع 5، أضغط على أوكي، ويمكن أيضا التحكم في الاتجاهات مثلا اليمين أو اليسار أو الأسفل أو الأعلى، والضغط على أوكي ويتحرك اللوجو كما ترون. فللإشارة هذا البرنامج الرائع تجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. نعم، ثم الخطوة الأخيرة سوف أضغط على امبريمي. عند الضغط على امبريمي لاحظوا معي، إذن كخطوة تالية فإنك تأخذ الورقة التي تحدثت لكم عنها، تضعها في الطابعة في مكان الورق العادي، ثم تضغط على امبريمي كما قلت لكم. إذن كما ترون هذا هو اللوجو بعدما قمت بطباعته، ولكن كملحوظة إذا كنت تتوفر على هذا النوع من الورق وتتوفر على كل شيء لكنك لا تتوفر على طابعة، فكل ما عليك هو تصميم اللوجو ووضعه في مفتاح USB، وتذهب عند أقرب سيبرنت أو كافي سيبر أو مقهى إنترنت كما يسميها البعض، وتأخذ معك USB والورقة وتقول له من فضلك اطبع لي هذا اللوجو في هذه الورقة بأي طابعة كيفما كان نوعها، المهم هو الورقة. إذا نمر، فبعدما قمت بطباعة اللوجو هنا في هذه الورقة فأنت بحاجة إلى مقص وهذا النوع من الشريط اللاصق كما قلت لكم الشفاف. الخطوة التالية هي أنك سوف تقوم بتغليف الورقة من الأعلى باستعمال هذا النوع من الشريط اللاصق الشفاف هكذا. خطوات بسيطة جدا، تقوم بتغليف اللوجو لكي يصبح مقاوما للماء ولجميع عوامل الطقس، فيمكنك حتى وضعه في الخارج فهو لن يتأثر أبدا. لاحظ معي، ثم بعدما انتهيت من التغليف بالشريط اللاصق لاحظ معي، فيمكنك الى الحين اخي في الله قصه باستعمال المقص في الابعاد التي تراها مناسبة لك. لاحظ معي، إذن وكما ترون فقد حصلنا على لوجو احترافي في خطوات بسيطة، لوجو لاصق لاحظ معي وقوي جدا ورائع. أتمنى أن تنال حلقة اليوم إعجابكم. إذن للأسف أصدقائي الكرام حلقتنا لليوم قد شرفت على الانتهاء، أتمنى من صميم القلب أن تنال إعجابكم، ومن فضلكم فنحن بحاجة ماسة إلى دعمكم بالاشتراكات واللايكات من أجل استمرارنا، وترقبوا إن شاء الله العديد والعديد من الحلقات الشيقة والحصرية فقط على قناتنا. إلى اللقاء.